بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم بإذن الله نكمل مراجعتنا لمقرر الرياضيات للفصل الدراسي الثاني من الصف الأول المتوسط. اليوم بإذن الله نبدأ مراجعة الفصل السادس، فصل الإحصاء والاحتمالات. خطة مراجعتنا لهذا اليوم نتناول فيها ثلاثة دروس: التمثيل بالنقاط، مقاييس النزعة المركزية والمدى، والتمثيل بالأعمدة والمدرجات التكرارية. في مراجعتنا لهذا اليوم سنراجع ما تعلمناه من استعمال التمثيل بالنقاط لعرض البيانات، واستعمال التمثيل بالنقاط لتحليل البيانات. سنراجع مقاييس النزعة المركزية والمدى، حساب المتوسط والوسيط والمنوال، واختيار المقياس الأفضل. أيضاً التمثيل بالأعمدة والمدرجات التكرارية، سنتناول استعمال التمثيل بالأعمدة لعرض البيانات وتمثيل البيانات باستعمال المدرج التكراري، ثم تفسير المدرجات التكرارية. ما هو الإحصاء؟ الإحصاء هو أحد فروع علم الرياضيات، هو علم جمع ووصف وتمثيل وتفسير البيانات. من أشكال التمثيل للبيانات التمثيل بالنقاط. ما هي البيانات؟ هي عبارة عن قيم عددية تصف حال في المجتمع. اليوم بإذن الله سنتناول من خلال التدريبات كيف نستعمل التمثيل بالنقاط لعرض البيانات. تمرين 9 في صفحة 46، استعمل التمثيل بالنقاط لعرض البيانات الآتية. أمامي جدول فيه مجموعة من البيانات، معدل تساقط الأمطار بالسنتيمتر. حتى نمثل هذه البيانات بالنقاط، أول خطوة هي رسم خط الأعداد بهذا الشكل. الآن نلاحظ أن خط الأعداد خالي من أي ترقيم، إذن ما هي الخطوة الثانية؟ أن أحدد ما هي القيم التي سنضعها في هذا الخط. أمامي مجموعة من القيم في الجدول، هذه القيم أبدأ بدراستها. ما هي أقل قيمة في هذه القيم؟ إنها الواحد. وما هي أكبر قيمة؟ أحسنتم، 12. إذن من خلال قراءة البيانات الموجودة أمامي وتحديد أقل قيمة وأكبر قيمة، أضع البيانات على خط الأعداد بحيث تشمل جميع البيانات الموجودة في هذا الجدول. أبدأ من 1 إلى أن أصل إلى 12. الخطوة التالية، أبدأ بالتمثيل بالنقاط. نبدأ بالواحد. السؤال، الجدول يقدم معدل تساقط الأمطار بالسنتيمتر، فمثلاً كم يوماً تساقطت الأمطار، أو كم عدد التكرار الذي تساقطت الأمطار فيه بمعدل 1 سنتيمتر؟ 3، من خلال الجدول 3، فأضع هنا 3 نقاط. أنتقل للقيمة التالية، 2، كم مرة تكرر 2 في هذا الجدول؟ 4، إذن أبدأ وعلى خط الأعداد برسم علامة الإكس التي تشير إلى التمثيل بالنقاط فوق القيمة 2، وبالمثل لبقية النقاط، 3 تكررت مرتان، 4 تكررت مرتان، 5 تكررت مرة واحدة، 6 تكررت مرة واحدة. هل يوجد 7؟ لا يوجد، إذن أتركها فارغة. 8، 9، نلاحظ يوجد 10، إذن نحدد نقطة على القيمة 10. كذلك أبحث عن 11 غير موجودة، 12 موجودة قيمة واحدة. هل انتهيت من تمثيل البيانات؟ لا، بقي أن نسمي هذا التمثيل. ماذا يمثل هذا التمثيل؟ معدل تساقط الأمطار بالسنتيمتر. إذن بهذا الشكل أصبح عندي التمثيل البياني جاهز. بشكل سريع، أولاً أبدأ برسم خط الأعداد، ثم أقرأ البيانات في الجدول لأحدد أعلى قيمة وأقل قيمة. لماذا؟ حتى أضع
القيم بحيث تشمل جميع هذه القيم الموجودة في الجدول. بعد ذلك أبدأ بكتابة التكرارات لكل قيمة، ولا أنسى أن أسمي هذا التمثيل بنفس العنوان الذي كان لجدول البيانات. الفكرة التالية في الدرس أن أستعمل التمثيل بالنقاط لتحليل البيانات، بمعنى أن يكون أمامي تمثيل للبيانات ويطلب مني بعض الأسئلة حول هذا التمثيل. في صفحة 47 أعطاني تمثيلاً يشير إلى درجات الحرارة العظمى السيليزية. حللي تمثيل النقاط الذي يبين تسجيلاً لدرجات الحرارة العظمى في 50 مدينة على مستوى العالم، وسأل عنها بعض الأسئلة. أول سؤال: ما مدى هذه البيانات؟ قبل أن أجيب على مدى هذه البيانات لننظر إلى هذا التمثيل. ذكر أنه في 50 مدينة، كيف أتأكد أنها في 50 مدينة؟ عندما نعد هذه النقاط سأجد أنها 50 نقطة، فكل نقطة وكل إشارة من هذه النقاط تشير إلى درجة الحرارة في هذه المدينة. إذن جميع النقاط عددها كم؟ 50. عندما أسأل ما مدى البيانات، فهذا يعني أنني أسأل عن أعلى قيمة وأقل قيمة، وهي ظاهرة وواضحة جدا في التمثيل بالنقاط. أعلى قيمة هي 57 وأقل قيمة هي 24. المدى لهذه البيانات هو ناتج الطرح. إذا مدى البيانات يساوي 57 ناقص 24، وبالطرح 7 ناقص 4 يساوي 3، و5 ناقص 2 تساوي 3. السؤال التالي: أي درجات الحرارة كانت أكثر تكراراً؟ أين درجات الحرارة؟ هذه هي درجات الحرارة. أيها كانت أكثر تكراراً، بمعنى ما هي الدرجة التي تكرر عدد المدن التي ظهرت في هذه الدرجة؟ ماذا تلاحظون؟ أيهم أكثر تكرار؟ واضح أنها 2 و4. الآن ظهرت لي مفردات جديدة. عيني التجمعات والفجوات والقيم المتطرفة. ماذا نقصد بالتجمعات؟ مجموعة القيم التي تكون متقاربة. ماذا تلاحظون؟ نلاحظ أن مجموعة التجمعات هي من 28 إلى 46. تلاحظون أن القيم متجمعة في هذا المدى أو في هذه الفترة. ماذا عن الفجوات؟ الفجوات هي فترات انقطاع. إذن عندي الفجوة الأولى من 24 إلى 28، أيضا فجوة تالية من 46 إلى 49، أيضا فجوة ثالثة من 49 إلى 52، ومن 52 إلى 57. إذن الفجوات هي فترات انقطاع، لا يوجد تكرار، بعكس التجمعات، التجمعات التي تكثر فيها التكرارات. ماذا عن القيم المتطرفة؟ القيم المتطرفة هي القيم البعيدة. ماذا تلاحظون؟ أين هي القيم البعيدة؟ نعم، هذه هي القيم المتطرفة الأولى 57، وهذه هي القيمة المتطرفة الثانية 24. السؤال التالي: إذا كانت درجة الحرارة 57، هذه ليست جزءا من البيانات، فصف كيف يتغير المدى. تذكرون قبل قليل أوجدنا المدى بطرح 57 باعتبارها أعلى قيمة ناقص 24 باعتبارها أقل قيمة إذا لم تكن ضمن البيانات، اختفت. الآن إذا أردت أن أوجد المدى، فأين هي أكبر قيمة؟ 52. إذن أصبح المدى هو 52 ناقص 24، والتي تساوي 28. إذن ماذا نلاحظ تغير في المدى؟
من 33 نقص المدى إلى 28. لماذا؟ لأن القيمة 57 كانت هي القيمة العليا. ماذا لو حذف إحدى البيانات من البيانات التي في الوسط؟ هل ستؤثر على المدى؟ لن تؤثر على المدى، يتأثر المدى فقط إذا تغيرت البيانات التي تعد أعلى قيمة والتي تعد أقل قيمة. والآن نبدأ مع مقاييس النزعة المركزية والمدى. في هذا الدرس تناولنا كيف نوجد المتوسط والوسيط والمنوال، وتعلمنا كيف نختار المقياس الأفضل. فلو سألنا ما هي مقاييس النزعة المركزية؟ هي المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال. لماذا سميت بهذا الاسم؟ سميت بمقاييس النزعة المركزية لأنها تصف مركز تجمع مجموعة من البيانات. فلو أوجدت المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال لمجموعة من البيانات، سنجد أنها توضح لي أين تتركز هذه البيانات. فماذا يكون المدى؟ المدى هو من مقاييس التشتت. ما معنى مقاييس التشتت؟ مقاييس التشتت هي المقاييس أو القيم التي تصف مدى انتشار البيانات حول القيم المتوسطة، هي اللي تظهر لي تباعد البيانات عن بعضها البعض. أوجدنا في التمثيل بالنقاط المدى، وعرفنا أننا نوجده من خلال إيجاد الفرق بين أعلى قيمة وأقل قيمة، ولاحظنا كيف يصف لي كيف تنتشر البيانات على خط الأعداد. إذن لنسترجع على عجالة كيف نوجد كل من هذه المقاييس. المدى فرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة. كيف نوجد المتوسط؟ نجمع أولاً ثم نقسم على عدد البيانات. وهنا مهم جداً أن ننتبه أنني لا أكتفي بالجمع. كثير من الطلاب يخطئون بأنهم نقف عند الجمع. لابد أن ننتبه إلى أن القسمة بعد الجمع. الوسيط، أولاً نرتب القيم ثم نأخذ القيمة التي تقع في الوسط. المنوال هو القيمة الأكثر تكراراً. سيظهر هذا واضح من خلال التدريبات. في السؤال السادس صفحة 53، احسب المتوسط والوسيط والمنوال وقرب الناتج إلى أقرب عشر فيما يلي. أعطاني درجات صعود في بعض المواد. أولاً أوجد المتوسط. كيف أوجد المتوسط؟ أولاً أجمع ثم أقسم على عدد البيانات. أجمع جميع القيم ثم أقسم على عددها. كم عددها؟ 1 2 3 4 5 6 7. إذن أقسم على 7 بإيجاد ناتج الجمع 459. أقسم على 7 وجدت الناتج 65.57. طلب أن أقرب إلى أقرب عشر. هذا العشر، فكيف أقرب؟ المنزلة التي اليمين أكبر من 5، إذن أقرب إلى 6، إذن الناتج 65.6. إذن نلاحظ القيم هذه بمجرد النظر، 65.6 تعتبر مركز لهذه القيم. نجد أن القيم إما تكون أعلى منها قليلا أو أقل منها قليلا. نوجد الوسيط. ذكرنا أنني حتى أوجد الوسيط أحتاج إلى الترتيب أولاً. إذن أرتب القيم. رتبناها القيم. الآن أين القيمة التي تتوسط القيم؟ لأن عدد البيانات لدي فردي، نجد أن القيمة التي تتوسط القيم قيمة واحدة، وهي بالنسبة لي 65. في بعض التدريبات إذا كان عدد القيم زوجي سيكون في الوسط قيمتين، في هذه الحالة أجمعهم وأقسمهم على 2. وهذه مهمة جدا، لأن كثير من الطلاب يخطئ فيها أنه يأخذ القيمتين ويضعهم على أنهم الوسيط، وهذا خطأ. أجمعهم وأقسم على 2. المنوال، نلاحظ أنني عندما أرتب القيم لأوجد الوسيط تساعدني هذه الحركة الترتيب في الانتباه إلى القيم المتكررة. هل توجد عندي قيمة متكررة؟ لا، إذن لا يوجد منوال.
الآن لو سألت أي مقاييس النزعة المركزية أفضل لتمثيل البيانات السابقة؟ لو عدنا لها سنجد أن لا يوجد منوال، وسنجد أن الوسيط والمتوسط كلاهما 65، وهي بالفعل قيمة واضح أنها قريبة من بقية القيم، ولذلك نجد أن المتوسط والوسيط في هذا التمرين هما خير ممثل لهذه القيم. هل دائما المتوسط والوسيط أفضل المقاييس لتمثيل البيانات؟ لا، إذا كانت البيانات تحتوي مجموعة متساوية من القيم، عندئذ يكون المنوال هو الأقرب، وهذا ما سنشاهده في المثال التالي. أحياناً تكون البيانات فيها قيم متطرفة، القيم البعيدة جداً. لو أوجدنا المتوسط ستؤثر، وسيظهر المتوسط بدرجة لا تمثل بقية البيانات. إذن إذا كان لدي قيم متطرفة فإن أفضل ممثل هو الوسيط. أما مثل المثال السابق فإن البيانات لا تحتوي قيم متطرفة وكلها متقاربة من بعض، عندئذ أستخدم المتوسط الحسابي. لنرى هذا التدريب. السؤال 12 في صفحة 53 يبين الجدول المجاور عدد رواد الفضاء من 27 دولة. إذن كم عدد الدول الموجودة هنا؟ 27 دولة. فأي المقاييس التالية تصف هذه البيانات بشكل أفضل؟ المتوسط أم الوسيط أم المنوال أم المدى؟ ذكرنا أن المدى من مقاييس التشتت. الآن كيف أحكم؟ لابد من إيجاد جميع هذه المقاييس ثم تحديد أيها أكثر تمثيلا للبيانات. نبدأ بالمتوسط. كيف نوجد المتوسط؟ نحفظ كلمتين، نجمع ثم نقسم. جمعنا جميع القيم ثم قسمنا على عددها. كم عددها؟ 27. إذن المتوسط جمعنا هذه القيم فكانت 422، قسمنا على 27 فوجدنا الناتج 15.6. نلاحظ القيم، أكثر القيم 1 5 2 وقيمة 9 وقيمة 1 11 وقيمة 97 وقيمة 267. هل ترون أن المتوسط هو ممثل جيد لهذه القيم؟ لنوجد الوسيط أحتاج إلى الترتيب. رتبنا البيانات. هل دائما لابد أن أرتب البيانات من الأقل إلى الأكثر؟ لا، ليس بالضرورة. لو رتبنا من الأكبر إلى الأصغر أيضا الحل سليم. ثم أوجد القيمة التي تتوسطها. نلاحظ أننا وجدناها قيمة واحدة. نعم، لأن العدد فردي 27، إذن الوسيط 1. تلاحظون الآن بمجرد النظر من خلال الترتيب ظهرت أمامي واضحة القيم المتكررة، وهي المنوال. المنوال في هذا السؤال 1 لأنه تكرر 18 مرة، والمتوسط سبقا أوجدنا. من برأيكم خير ممثل لهذه البيانات؟ إنه الوسيط والمنوال، مناسبان لتمثيل البيانات. أما المتوسط فإنه لا يمثلهم لأنه بعيد عنهم. الآن كيف أوجد المدى؟ أقل قيمة هي 1 وأعلى قيمة هي 267. إذن المدى 267 ناقص 1 وتساوي 266. ماذا تلاحظون؟ نلاحظ أن هناك قيمة متطرفة وهي 267، وهذه القيمة هي التي تسببت في أن يكون المدى كبير جدا بالرغم من أن القيم البقية متقاربة. ما معنى ذلك؟ تشير هذه القيمة إلى انتشار البيانات بشكل واسع. سبق أن تذكرنا أن الإحصاء هو أحد فروع الرياضيات الهامة، وهو العلم الذي يبحث في جمع ووصف وتمثيل وتفسير البيانات، وكان من أشكال التمثيل التمثيل بالنقاط. أيضا الآن من أشكال التمثيل التمثيل بالأعمدة، التمثيل بالمدرجات التكرارية. ما الفرق بين التمثيل بالأعمدة والتمثيل بالمدرجات التكرارية؟ ماذا تلاحظون؟ نلاحظ الفرق في نوعية البيانات. في التمثيل بالأعمدة البيانات بشكل منفصل، أما بالتمثيل بالمدرجات التكرارية نجد أن البيانات في شكل فئات. أيضاً أثر ذلك أن يكون في التمثيل بالمدرجات التكرارية نبدأ
من بداية المحور الأفقي، ونلاحظ أن لكل عمود نفس العرض. كذلك نلاحظ أنه لا يوجد فراغات الموجودة بالتمثيل بالأعمدة. في التمثيل بالمدرجات التكرارية نجد أنها متصلة. الآن في هذا الدرس سنسترجع كيف نمثل البيانات باستعمال الأعمدة، وكيف نمثلها باستعمال المدرجات التكرارية، وكيف نفسر المدرجات التكرارية. في السؤال الخامس صفحة 58، اختر التمثيل المناسب، التمثيل بالأعمدة أو المدرجات التكرارية لعرض البيانات فيما يلي، وأعطاني جدول فيه بيانات وتكرارها. ماذا تلاحظون؟ أي التمثيلات أختار، بالأعمدة أم المدرجات التكرارية؟ ولماذا؟ نلاحظ أن البيانات هنا منفصلة، إذن المناسب لي التمثيل بالأعمدة. أول خطوة أبدأ برسم المحور الرأسي والمحور الأفقي، وأضع التدريج المناسب على المحور الرأسي. كيف أختار التدريج المناسب؟ يجب أن تكون التكرارات الموجودة في هذا العمود موجودة في التكرارات الموجودة على الخط الرأسي. نبدأ بالرسم. العمود ألف تكراره 38، إذن أرسم عند ألف عمود ارتفاعه 38. العمود باء تكراره 31، إذن أرسم عمود ارتفاعه 31. وبنفس الطريقة عند جيم أرسم عمود ارتفاعه 28، وعند دال أرسم عمود ارتفاعه 27، وعند هاء أرسم عمود ارتفاعه 25. ثم لا أنسى أن أسمي هذا التمثيل. ماذا كان يمثل؟ عدد الطلاب في كل صف، إذن عدد الطلاب 5 فصول. الآن التدريب الخامس، نلاحظ ملاحظة سريعة جدا، البيانات منظمة في فئات، إذن مباشرة أيهم أنسب؟ نعم، المدرجات التكرارية. بداية التمثيل بنفس الطريقة، أختار التدريج المناسب بحيث أشمل جميع التكرارات، ثم أبدأ بكتابة المحور الأفقي. أراعي أن تكون الفئات أمثلها بأعمدة متطابقة العرض ومتلاصقة. هذا العمود الأول ارتفاعه 1، العمود الثاني للفئة الثانية ارتفاعه 4، العمود الثالث للفئة الثالثة من 43 إلى 48 ارتفاعه 7، وهكذا بالنسبة لبقية الفئات. الملاحظة الأولى، يجب أن أبدأ من بداية المحور. الملاحظة الثانية، أن تكون الأعمدة متصلة. الملاحظة الثالثة، أن أراعي أن لكل فئة العمود بطول التكرار الموجود في الجدول. لا يوجد لدي مسمى مناسب لأن الجدول لم يكن له اسم محدد. الآن في هذا السؤال لا يطلب مني الرسم، وإنما يطلب مني أن أستخلص من الرسم بعض البيانات. في هذا السؤال استعمل المدرج التكراري المجاور الذي يبين المسافة بين بيت كل طالب في أحد الصفوف والمدرسة للإجابة عن السؤالين. أول خطوة في إجابة الأسئلة التي تتطلب تحليل تمثيل هي قراءة التمثيل. إذن هذا التمثيل يعبر عن المسافة إلى المدرسة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن عدد الطلاب الذين مسافة بين بيوتهم وبين المدرسة من 0 إلى 5 كيلومتر هم 8. عدد الطلاب الذين المسافة بين مدرسة وبين بيوتهم من 6 إلى 10 كم عددهم؟ 6 طلاب. كم عدد الطلاب الذين تبعد بيوتهم من 11 إلى 15؟ 2. وماذا عن الذين تبعد بيوتهم أكثر من 16؟ 3. الآن بعد أن قرأت التمثيل واستوعبت معنى الأعمدة، أعود لأجيب على السؤال: ما عدد الطلاب الذين تبعد بيوتهم عن المدرسة مسافة من 6 إلى 10؟ أين من 6 إلى 10؟ أبحث عن هذه الفئة. من 6 إلى 10 هذه الفئة كم عددهم؟
ستة. الآن ما النسبة المئوية للطلاب الذين يزيد بعد بيوتهم عن المدرسة مسافة 16 كيلو متر وأكثر؟ هذا السؤال ليس بغريب، سبق أن تعاملنا معه في التناسب المئوي. إذا تذكرون المعادلة، النسبة على 100 تساوي الجزء على الكل. المطلوب النسبة، أحسنتم. ما هو الجزء؟ هو عدد الطلاب الذين تبعد بيوتهم 16 كيلو متر أو أكثر. فما هو الكل؟ هو جميع الطلاب. إذن أنا بحاجة الآن لحساب جميع الطلاب. كيف أحسب جميع الطلاب؟ لحساب جميع الطلاب أبدأ بجمع جميع التكرارات. إذن 3 زائد 2 زائد 6 زائد 8 كم تساوي؟ 19. أحسنتم. إذن أبدأ بالتعويض، عدد الطلاب الذين يزيد بيوتهم عن 16 هي 3، مجموع الطلاب 19. ما الخطوة التالية؟ نعم، بضرب التبادلي. إذا نون ضرب 19 تساوي 3 في 100، 3 في 100 300. إذا بالقسمة على 19 نون تساوي 15.7. لابد أن أنتبه، ما المطلوب؟ ماذا تمثل نون؟ تمثل نسبة مئوية. إذا لابد أن أنتبه إلى وضع النسبة المئوية إذا كان المطلوب نسبة مئوية. لابد أن أضع العلامة. الآن مع تدريب 21، اختيار متعدد. مثلت نتائج مسح بالمدرج التكراري المجاور، هذا المدرج. أي العبارات التالية صحيحة؟ أولاً مثل ما ذكرنا، أول خطوة لابد من قراءة المدرج. الحصة المفضلة، وهنا عدد الطلاب، وهنا الحصص. إذن أفهم من ذلك أن عدد الطلاب الذين يحبون أو يفضلون التربية الفنية هو 20، عدد الطلاب الذين يفضلون الرياضيات هو 10، عدد الطلاب الذين يفضلون التربية البدنية كم؟ 30، عدد الطلاب الذين يفضلون العلوم 20. بالقراءة السريعة هذه أعطيت تصور واضح عن هذا التمثيل. الآن أجيب، أي العبارات التالية صحيحة؟ عدد الطلاب الذين يفضلون التربية البدنية مثل عدد الذين يفضلون التربية الفنية. أرجع للتمثيل، أين التربية البدنية؟ هذه هي التربية البدنية، عددهم 30. مثل، ما معنى مثل؟ مثل يعني ضعف. إذن مثل يعني ضعف عدد الذين يفضلون التربية الفنية. أين التربية الفنية؟ هذه هي التربية الفنية. هل 30 ضعف 20؟ خطأ. ننتقل إلى عبارة باء، معظم الطلاب يفضلون حصة العلوم. هل هذا صحيح؟ هذه حصة العلوم. هل معظم الطلاب يفضلون حصة العلوم؟ غير صحيح. الحصة المفضلة لديهم هي حصة التربية البدنية، عدد الذين يفضلونها 30. ننتقل إلى جيم، عدد الطلاب الذين يفضلون التربية الفنية مثل، ما معنى مثل؟ ضعف، نعم، عدد الذين يفضلون الرياضيات، هذه التربية الفنية 20. هل هو ضعف عدد الذين يفضلون الرياضيات؟ هذه الرياضيات 10، نعم. إذن هذا الاختيار الصحيح. وصلنا إلى وصايا اليوم. اليوم تناولنا التمثيل بالنقاط والتمثيل بالمدرجات التكرارية والأعمدة، وعرفنا كيفية التمثيل، كما تناولنا مقاييس النزعة المركزية والمدى، وتعرفنا على كيفية الإيجاد. أهم ما نذكركم به، عندما نوجد المتوسط نتذكر دائما نجمع ثم نقسم. كثير من الطلاب ينسى أن يقسم على عدد البيانات. عندما نوجد الوسيط لعدد زوجي من البيانات أبدأ بالترتيب، ثم أنتبه إذا كان العدد زوجيا فإنني أخذ مجموع القيمتين في الوسط وأقسم على 2.
نستفيد من ترتيب البيانات في حساب المدى والانتباه للقيم المتكررة، لأن المنوال القيم المتكررة يظهر عندما تكون القيم مرتبة بشكل واضح. قد يكون البيانات منوال واحد مثل ما رأينا الواحد قبل قليل في التمرين، وقد يكون له منوالان أو أكثر. متى؟ إذا تساوى عدد مرات التكرار. مثلاً يكون عندي في البيانات مرتين ذكرت الخمسة، مرتين ذكرت الأربعة، إذن أربعة وخمسة هما المنوال. أنتبه دائماً إلى أهمية القراءة والتفسير عند تمثيل بيانات في التمثيل بالنقاط أو الأعمدة أو المدرجات التكرارية. نعود ونذكر دائماً بأن التدريب مهم جداً، وتقدم لنا بوابة عين تجارب جميلة جداً لقياس مدى تعلمنا من خلال اختبارات عين ومراجعات عين. بهذا ننتهي الحصة الثانية، أترككم بحفظ الله.